لأول مرة في الجزائر وفي إطار المهرجان الدولي للسينما في طبعته العاشرة يعرض الفيلم الدرامي التشويقي كارما وبحضور واحد من أشهر المخرجين العرب مخرجه المصري خالد يوسف بقاعة ابن زيدون بالجزائر العاصمة. يعني هو الفيلم بالفعل بيتكلم على الفروقات الشخصية ما بين الإنسان وأخي الإنسان سواء من حيث الدين أو من حيث الطبقة الاجتماعية أو من حيث المستوى يعني الاجتماعي عشان يعني يضع تحت المجهر فكرة الإنسان نفسها. هل الإنسان بيختلف لما يكون ينشأ في بيئة غنية أو بيئة فقيرة، بيئة مسيحية أو بيئة مسلمة، ولا الإنسان يبقى إنسانا لو حافظ على إنسانيته في أي مناخ ينشأ فيه؟ الفيلم الذي لاقى نجاحا كبيرا في الساحة الفنية العربية والذي أطلق يوم 12 جوان من العام الفارط من بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق والممثل عمرو سعد بالإضافة لمجموعة من أبرز نجوم الشاشة العربية كزينة، وفاء عامر، ماجد المصري، إيهاب فهمي وغيرهم. تدور أحداث فيلم كارما في خطوط متوازية وبشكل متشابك حول حياة رجلين، أحدهما مسيحي فقير والثاني مسلم غني، حيث يحلم الفقير بالثراء ويغوص في عالم الكنوز، أما الغني فتتملكه الطبقية المفرطة. فهو الفيلم دعوة للتأمل النفس البشرية بكل فروقاتها، وأن هذه الفروقات للأسف بتسبب حروبات وبتسبب صراعات دموية في تاريخ البشر، موجود هذه الدماء بسبب هذه الفروقات. اللي أنا بتصور إن هذه الفروقات ممكن تخلق غنى بين يعني غنى في النفس البشرية بشكل عام أو غنى لبني البشر. تحدث مفارقة في حياة هذين الرجلين ويحتل كل منهما مكان الآخر، في إشارة للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين والتفاوت الطبقي، مع طرح السؤال المعتاد: من السبب وراء ذلك التفاوت؟ فيلم كارما الذي عرض بقاعات السينما الجزائرية طيلة فترة المهرجان عرف تجاوبا كبيرا من الجمهور الجزائري، خصوصا بحضور مخرجه خالد يوسف.